سلام عليكم الزوينات، كي دايرين لاباس؟ قال لاباس عليكم، هانين شتا تعودوا كل شي بخير. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كنت خارجة دابا ويلا رجعت، كاين شي برد وشي شتا عندكم؟ نتوما شي برد عندكم؟ شي شتا تشوفوا في القرعة قدامي؟ غنصاوب معاكم دابا واحد الوصفة بالقرعة، بعدا غادي نشرب قهيوة يلو قلا نرجع المجاج لراسي. يمكن مشيت تقديت ورجعت، دابا غادي نصاوب قهيوة نشربها وغادي نقطع معاكم القرعة. بعدا غادي نشرب قهوة يلو بلا، قلت لكم الرجال الرجال المجاج راسي. شربت وحدة الصباح مع الحليب، ودابا غادي نصاوب القهوة هنايا بلا حليب. نشرب عطور، ما تنديرش فينا السكر، حيدت السكر وبقيتش تما. نشربو باش تحيدو الكريشة، الكريشة هيا بدات غادي تتحيد. بقيتش تنشرب السكر من شحال هذا، مبقيتش تندير عارف الحليب، تندير معايا القهوة. القهوة في الماكينة. قهيبتك تجي بريد البانة ديالها من فوق زوينة. باقا دايرة الصداع، انا طفيتها دابا. تنشربها بزاف البنات، دابا وليت تنشرب بحال عجات في النهار، مبقيتش تنشربها بزاف. كنت تنشرب حتى من ورا العشاء، دابا مبقيتش تنشربها بزاف. مع راكم عارفين قهوة تتعصب، بنادم ولا معصب بلا قهوة؟ ما شهيتكم فيها تجي ديك الماكينة اللي شريت ديك المرة، شاركتها معاكم زوينة. و تتشري ليا 3 كيلو ديال القهوة حبوب، تدي ليكم شحال. كانت عندي الاخرى ديك ديال الكابسول، ع كل مرة غادي نشري لها الكابسول بالزربة تيتم. و هادي تنشري واحد الساكيطو ديال 3 كيلو ديال القهوة حبوب، و تدي ليا شحال مع الطحانية تتصاوب كلشي. شاركت معاكم فاش شريتها، البنات الجدادات ما يكونوش باقي ما شافوش الفيديو. وغادي نقطع هاد القرعه معاكم نشوفوها واش زعما واش زوينه ولا لا. ما عرفت، تنحملش نقطع البنات القرعه والدلاع، مازال الدلاع شويه تيكون رطب، القرعه تكون قاصح. هلا القرعه دكانيه، تحيه الناس دكانه. التقطاع ديال القرعه البنات، وتنحملش نقطع هاد ليكم، ودوك الشي ديال الطون دوك السكر والله ترى تنخاف منهم. هيا هيا تبارك الله، كي دايره هادي ديال شي كس ديال شي كسكيسه البنات، حمراء وزوينه. في هاد هادوك اش نقولو ليهم حنايا، الزريعه ديال القرعه، راه ما غاديش اللوحه، راه طاجيبها للدراري عزيزه عليا. دابا غادي نقطعها كامله وغادي نحكها هنايا في واحد الحكاكه، وغنوري لكم كي غادي ندير ليها بلا ما نبقى شاداكم تنقطع، ويجي الفيديو طويل بزاف وشي وحده تتمل. زعما غنقطعها وغادي نحكها ونوري لكم كي غادي ندير ليها البنات. بعد ما حكيت القرعه، هاجي حكيتها بحال هكا، تجي الحكاكه حكيتها بحال خيزو، شوف تتبان حمرا. حكيتها في الحكاكه قلت لكم
وغادي ندير معاها جوج بيضات، وغندير معاها البزار والملحة والزيت وفورس فورس ولا اي طحين كان عندكم ديروه. غندير معاها جوج معالق ديال الزيت، هاهو جوج معالق ديال الزيت، وندير فيها الملح على حسب الذوق، لو بغيتو تكثروا كثروا، بغيتو تقلوا قلوا، مع غندير فيها الفورماج ومنكثرش فيه الملح بزاف. وغادي ندير فيها البزار، شويه ديال البزار، جوج بيضات، القرعة البنات راه فيها منافير زوينة بزاف، زعما ماشي تدير بها على الكسكسو صافي، فيها شحال تديرو منها شحال من حاجة، ديرو بها الروز، ديرو بها بحال هكا، ديرو بها الكسكسو، الصوبة، فيها بزاف ديال لي مكانوش وليدات تياكلو ليها الخضرة. طيبي بيها وديريها بحال السوق، وديري لهم الباستا معاها، راه ياكلوها مع تجي بحال الكريمه، تجي زوينه. وغندير فورماج دابا، وغنزيد فيها شي جوج معالق ديال ديال الفرينه، جوج معالق البنات صافي، ونخلطوا هادشي كامل مع بعض ديالو. غادي ندير معاها حتى شويه ديال الموتزاريلا البنات، ومن بعد غادي ندردرها من الفوق. الموتزاريلا اللي تنديرها هنا انا وريتها لكم مره اخرى، هذه تنجيبها مدايره مطحونه محكوكه، زعما ماشي تجيبيها عاده تتحكيها. نزيد واحد شويه ديال الطحينه البنات، شتا بحال جاريه. صافي انا غادي نجيب غنديرها في الفران البنات، غنجيب الطاوه ديال الفران ديرها حدايا، بغيت باش يبقى يبان ليكم، نكحز هذه شويه ديال الهوك، نجيب الطاوة ديال الفران، ونجيب معلقة أخرى، معلقة، خديوش عليا راه كان غلط، صافي تبقاو تحطوهم بحال هكا. أو غادي نبات الطريقة تتكملو كامل، معلقة 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 معلقة، تقادوهم بحال ما بغيت نتوما، منبقاش أنا نقاد فيهم مزيان، و هدا نقلب أنا على الحاجة الساهلة باش منبقاش واحلة، زعما ماشي عندنا عالطياب ديال الكوزينة وصافي، راه بزاف ديال الحوايج. كاينه اللي تدي ولادها المدرسة وتمشي تجيبهم وتجمع الدار وكل شيء، الغربة عيادي، الله معانا وصافي.
ملي تنوضي الصباح وتجري هوك هوك الله يستر تتشدنا عليك. قلت لي بدات تشدنا عليك الغامضه ديال الليل صافي مبارك ولات تنوضي تتبحتي. تنهضر معكم البنات بحال بحال راكم معايا دابا بحال تنهضر مع خواتاتي وخوتي مع تنشارك معكم هادشي ديالي اللي تندير كل نهار ماشي زعما تنكلف على راسي نمشي نتقدى باش ندير فيديو ولا هذاك الشيء اللي الحاجه البسيطه اللي كنت غنوجدها الغدا ولا العشاء تنشاركها معكم وهادشي اللي كاين. غنزيد هادي هنا نقلي واحد شويه هاد الماء وصافي حيد هذا من قدام هاك تيجي غندير فوقهم الموتزاريلا من الفوق البنات يا راه تديري في ديك سكامورسا وانا ما شريتهاش نسيتها الفورماج القرعه ديالنا كي جات بحال هكا غادي نديرها في الفران راه شعلتو وغادي نصاوب لولادي دوك البيتزات صغيرين راه جنت دابا تنديرو نشاركها معاكم مع راه فايت دايره في الفيديوهات الاخرين بلا ما نبقى نوري لكم ثاني البيتزا تطيب ونوري لكم الشكل النهائي ديالها كي جات مع هما ما غاديش ياكلوا الكادي غنصاوب لهم بيتزا صغيره دوك الصغارات وما باش غادي يتغداو وحنا ناكلو هادو ناكلو شويه ديال البيتزا وصافي ونتلاقاو من بعد بنات بعد ما خمرت العجينه غندير معكم دابا هادوك البيتزات اللي قلت لكم نقرب واحد شويه باش يبان لكم مزيان بحال هكا تلقاو الضغطوا عليها عام الوسط باش يطلعوا لي الجناب ديالنا بحالكم ما يخرجش السوق بزاف لا خرج يخرج على شويه ولا ما يخرج عام الوسط اللي ضغطوا عليه بحال هكا من الوسط صافي الجناب خليهم يطلعوا قد ما طلعوا الجناب قد ما يخرج السوق عام الوسط ها سهلة شاركش معاكم العجينة راكم كاع عارفين العجينة ديال البيتزا كدا تكون خليتها خمارت وعجبت درتهم قريصات صغيرين وخليتها ترتاحت السر ديال البيتزا البنات قد ما خمارت قد ما تجي زوينة البقاليات الصغيرة نديرها الوسط وصافي وغادي نجيب سوقو نجيب واحد المعلقة معلقة ولا معلقة ولا ندير فوق السوقو بحال هكا غنديرهم بحال بحال البنات ما نديرش كل وحده من زعما كل وحده ديال مارغريتا كيطيبغي فوق الطون وكيطي كلش كيبغي فوق انا غادي نديرهم بحال بحال
شعلت الفران، دابا الفران راه سخون بحال هكا. غادي ندير فوقهم شويه ديال الملحه، انا راه عجنتهم قبيله وجدت هذيك ديال القرعه معاكم، ومشيت خرجت الكليبه ضربت بها دوره وعاد رجعت دابا نوجد في الغدا. وها البيتزا ديالي دابا غندخل من الفران ملي غادي يطيبوا، غنوري لكم الشكل النهائي ديالهم كيجيو، ونوري لكم ديك اللي صاوبت معكم دابا بالكاعه. بقاو معايا ما تمشيو فين، انا ديما تنقول لكم بقاو تمشيو فين، وطوال بغات تمشيو سيروا. البنات بعد ما طاب هذا الاكله ديال القرعه، ها هي خرجتها من الفران دابا، راه ما تيلصقوش البنات، ها من التحت ديالها كي جات، ما درت ليها الكارطه ومع فيها البيض ما تتلصقش، تجي بحال الفريطاطا هاك، تجي رائعه في التقديم، واخا ماشي حاجه ماشي واو القرعه، ولكن تجي عندها واحد اللون عندها زوين، وتل المذاق ديالها زوين. وها البيتزات اللي صاوبت دابا معاكم، ها بيتزا عادية زعما ماشي شي حاجة، الدراري مع مرة مرة خاص الواحد يبدل لي ديما اللحم ولا ديما باستا ولا تجي رطبه وتجي زوينه بحال هكا جات. وهذا قد هذا سميتو اكله ديال القرعه، ونتمنى نقر نحضر شويه الكاميرا باش يبان لكم. نتمنى الاكله ديال اليوم تعجبكم، عاد جربوها راه تجي رائعه وتجي لذيذه، هذه ديال القرعه مع شي واحد تشيط ليه القرعه ما تيعرف ما يدير بها، اللهم بحال هكا وتكال ما تخليوها تتخسر وتلاح ليكم. انا ديما واحلة مع نواضري مع خرجت دابا نخرج على المود، خرجت الكليبه برا وشتا تتصب، ودرت هذيك القبيه على القب زعما القبيه قب على راسي، درت الكابوتشو على راسي، ووقفوا لي الشنات مع الشتا تتصب. نتمنى الاكله ديال اليوم تعجبكم، عا جربوا هذيك ديال القرعه تجي زوينه تجي رائعه، ونتمنى الاكله ديال اليوم تعجبكم ولا عجبتكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم، وخليت لكم الراحه وتهلاو ليا في راسكم، وبوسه كبيره لكم كاملين، يلا بالسلامه عليكم، باي باي بالسلامه.